بسم الله الرحمن الرحيم. تمر علينا هذه الذكرى الأولى الأليمة للجريمة البشعة التي ارتكبها قبيلة آل سعود تجاه الشيخ المجاهد صوت الحق ضمير الأمة الشيخ نمر باقر النمر. هذه الذكرى الأليمة تمر ودماء الشهيد النمر لم تجف وصرخاته تستنهض الأحرار في كل العالم وفي كل الأرض. هذه صرخاته، هذه دماؤه، هذا رأسه القطيع يستصرخنا لأن ننادي بثأره. لا زال ثأر النمر مرتفعا وينادينا بأن نلبي هذا النداء ونطالب بهذا الثأر ونطالب بالقصاص من قتلته المجرمين من آل سعود ومن المتآمرين مع آل سعود. إن هذه الذكرى الأليمة التي تمر اليوم وجثمان الشهيد لم تسلم بعد تحفزنا أن نصر على مسألة الاستمرار على خطه وأن ننادي بمطالبه وأن نرفع شعاراته وأن نسير على دربه ونرفع شعار أنه أني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماء. أدعو جميع جماهير البحرين والمنطقة الشرقية في الحجاز إلى المشاركة الواسعة في البرامج والفعاليات التي تحيي هذه الذكرى، وإحياء هذه الذكرى ينبغي بالسير الحثيث على مطالب الشيخ النمر رحمة الله عليه وبإحياء أهدافه ومطالبه وأفكاره لدى الشباب ولدى الأمة الإسلامية. لذلك لا ينبغي أن نكتفي بمجرد احتفالات تأبينية، بل ينبغي أن تصدح حناجر الجماهير بالمطالب التي صدح بها الشيخ النمر وأن نرفع تلك الشعارات التي رفعها الشيخ النمر. أسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا النمر الرحمة والرضوان وأن يشملنا بشفاعته وأن يتغمد الشهداء شهداء البحرين وشهداء الحجاز بواسع رحمته وأن يحشرهم مع الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام.